السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو اللي إن شاء الله غندير فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون نورمال ديال لا كونطابيلتي جينيرال ديال هاد العام هذا 2018 2019 ديال البروف بومسكا الخاص بجامعة الاقتصاد بنوزور بأكادير. كما لاحظتوا درت لكم من قبل الاكزامان ديال البروف العبوبي ابراهيم العبوبي والبروف ابريان. دابا ان شاء الله كيف ما وعدتكم عندي لكم الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال البروف بومسكا، ونتمنى ان شاء الله انكم تستافدوا من هاد ليكسبليكاسيون اللي عندي، وان شاء الله الناس اللي نرجعوا لهم في الرتراباج ان شاء الله يجيبوا شي نتيجه مزيانه ان شاء الله في الرتراباج. دونك على بركه الله نبداو بالليكزامان. دونك بالنسبه للليكزامان كاين عندنا هاد البيلون هذا عطينا، وعطينا ديكور كي كونسيغ لو بيلون كيستيون 6 ا 12، وعطينا زوبيراسيون دو جورنال ولي فاكتور غنصايبوهم. دونك اكزرس 3. دونك هنا اول حاجه غنبداو بالكيستيون دو كور كاينين هنا، ها هما نكبر لكم باش تشوفوا مزيان. السؤال الاول الاسكونت، l'escompte quand on a fait l'escompte ou la réduction financière. L'escompte est une réduction commerciale sur les paiements anticipés, une réduction financière sur les paiements anticipés, une réduction sur l'importance de montant à payer par le client, une réduction sur l'importance de la commande. Donc l'escompte à Marof ou la réduction financière sur le paiement anticipé. J'ai ça ou B. J'ai ça B. Une réduction financière sur le paiement anticipé. Une réduction financière sur le paiement anticipé. Donc, il y a un escompte. Question numéro 2. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Un impôt direct à payer par les consommateurs finaux. Un impôt indirect et supporté par l'ensemble des acteurs du circuit économique n'a pas d'incidence sur le résultat de l'entreprise. دونك بالنسبه للتيفيا، التيفيا معروفه، التيفيا هي امبو انديريكت، و سي تيفيا ما عندها حتى شي انسيدونس على لو ريزلتا دونتربريز. هاد التيفيا ما كتدخلش في سي بي سي، حيت التيفيا ما كتدخلش، سي باغ كونتخ مثلا بحال لي سكون كيدخل، دونك ما عندها شي تاثير في الريزلتا، حيت سوا تيفيا فاكتوري سوا تيفيا ريكوبيرابل مي كيدخلوش في الكون دي ريزلتا، كيدخلو غير في البيلون، دونك نا با دانسيدونس سيغ لو ريزلتا دونتربريز. دونك تات دي صحيحة. اون افونس ا ان فورنيسور سيغ اون كوموند ا روسوفوار كونستيتي اون كريونس اون ديت اون شارج اون برودوي. هذا باين افونس فورنيسور راه كيكون في لاكتيف سيركيلون، دونك لاكتيف سيركيلون كيكون فيه لي كريونس، دونك راه هذا راه كريونس. جواب صحيح هو ا. Le crédit de TVA constitué le crédit de TVA. Le crédit de TVA. Il n'y a qu'un compte pour le comptable, mais le crédit de TVA. Il compte l'actif circulant. Donc, bien sûr, il y a une créance sur l'État. Une créance sur l'État. Il y a un crédit de TVA. Donc, le crédit de TVA. Donc, Dima, le TVA du. كيفاش كتحسب؟ كنشدو تي فيا فاكتوري، تي فيا فاكتوري موا تي فيا ريكوبيرابل، الانواع ديالها بجوج. دونك هذيك النتيجة كتخرج ليا سالبة، إلا خرجت ليا موجبة كتسمى تي فيا دي، أما إلا خرجت ليا موا فهاد اللوكة كتخرج ليا موا. الا خرجت ليا موا، الا خرجت ليا موا كتسمى، كتبها لكم هنا، كتسمى كريدي دو تي في ا، حيت ملي تكون نتيجه موا، ملي تكون نتيجه موا دونك كريدي دو تي في ا. دونك هي كريونس، يعني ان لي كريونس كتر من لي ديت. تي في ا ريكوبيرابل كتمثل كريونس، تي في فاكتوري راه كتكمل تتمثل ديت اونفير ليتا. دونك الا كان تي في ريكوبيرابل كتر من تي في فاكتوري، دونك هذا راه كريدي تي في يعني كريونس. دونك دو سوكا عندنا تي في ريكوبيرابل راه كتكون كبر من تي في فاكتوري.
tirer. Donc, ce cas, c'est ça. Et ni Jérôme, le crédit TVA constitue une créance sur l'État et une détrata. Le relais cas de la TVA facturée sur la TVA récupérable. Ou là, le relais cas de la TVA récupérable sur la TVA facturée. Le relais cas ou le baki. Yani, en fait, le cas, yani, TVA récupérable, akbar min TVA facturée. Yani, je dis non. داكشي اللي بقى لنا من تيفيا ريكوبيرابل راه هو لو غوليكا، يعني هنا حتى الديرة صحيحة حيت كتكون لو غوليكا الباقي، هداك الباقي هو سميتو حيت هنا حيت تيفيا ريكوبيرابل أكبر من تيفيا فاكتيغ، سوبوزو مثلا تيفيا ريكوبيرابل 100 و تيفيا فاكتيغ مثلا 40، دون سوكا 40 ناقص 100 عطاتني 6 ناقص 60، دونك كريديت تيفيا ناقص حيت ناقص، دونك لو غوليكا هو الفرق بيناتهم، تيفيا ريكوبيرابل داك اللي حيدنا من تيفيا فاك شحال كيبقى لي، كيبقى لي 60، دونك هذيك 60 هي الكريديت تيفيا، دونك لو غوليكا هو دو لا تيفيا ريكوبيرابل سور لا تيفيا فاكتيري. كيسيون نيميرو 5، لا غودوفونس دو كريدي باي. غودوفونس دو كريدي باي معروف كيكون في لي شارج ديكسبلواتاسيون، كيكون في الاوتر شارج اكسترن. Est une avance sur acquisition à une immobilière. Une charge d'exploitation. Oui, c'est ça. Une charge financière. Non, khata. Une contrepartie d'un leasing. Donc, c'est ça. Le contrepartie d'un leasing. Leasing, ou le crédit bail. Crédit bail, yani, l'entreprise qui crée la machine avec option d'achat. Donc, le redevance du crédit bail, donc avec la contrepartie du leasing ou le crédit bail, donc tel ça, donc B ou tel ça. D'abord, je vous les questions les ont un lien avec le bilan. Donc, à d'abord le bilan les a donné, ahwa. Sur le premier, le bilan, bilan de début d'exercice, bilan initial, bilan final, le bilan de clôture. Donc, il est je vous le bilan à l'encore le résultat net de l'exercice. Donc, il y a un bilan de clôture, un bilan final. Donc, je vais savoir c'est bilan final et aussi bilan de clôture. Donc, le résultat obtenu par l'entreprise. Le résultat obtenu par l'entreprise. C'est-à-dire le résultat de l'entreprise. Il y a le résultat. Moins. Il y a une perte ou la déficit. Donc, il y a résultat déficitaire. Bénéficiaire. Donc, perte. Donc, A aussi. Donc, A aussi. Le stock affiché sur le bilan. Had stock. Radim a fait le bilan de clôture, le bilan final qui confère le stock final. Donc, il y a la question 8. Le stock affiché, il y a le stock final. Il y a un stock final B. C'est un stock, un bilan final, stock final. Le stock aussi, le stock obtenu sur la base d'un inventaire physique. C'est معروف. La comptabilité générale, dit qu'on a l'inventaire physique. Par contre, la comptabilité analytique, on a l'inventaire permanent. L'inventaire physique, il y a la valeur du stock qui est de l'inventaire physique. Donc, c'est ça. Donc, question 9. Les ressources durables E égale E. Donc, les ressources durables, c'est le financement permanent. Donc, on va le financement permanent. Je vais 100 000 زائد 70 000 زائد 50 000 زائد 100 000 ناقص 19 000 ou 100. Donc, c'est le financement permanent ou là, les ressources durables. Le financement permanent. Donc, il est la valeur ou le jawab C. Donc 600 000 ou 900 000 à titre résident. Donc, c'est le job صحيح. Question 10. Les emplois durables égale A. Les emplois durables, c'est l'actif immobilisé. Il y a un sous-bois des éléments de l'actif immobilisé. Donc, 160 000, c'est 110 000, c'est 160 000, c'est 85 000. Donc, en jumelant, on a la valeur des emplois durables, c'est l'actif immobilisé. Donc, c'est le job صحيح à titre résident. هو 515 000، دونك الجواب الصحيح هو بي. الا جينا حسبناهم 515 000 هو بي. جيو تحسبوهم، ها هما 160 زائد 110 هي 270 زائد 160 270، دونك 270 نتاكدو من الكالكاتريس نحسب لكم. دونك قلنا 270 ألف زائد
160 زائد 300 ألف، دونك خرجنا 515 ألف. دونك الجواب الصحيح هو بي. كيسيون نيمو، لي كريونس اكور تيرم اي ايكال، لي كريونس اكور تيرم هو الكليون، ها هو كليون 175 ألف 400. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هو بي. كيسيون 12، لو مونتون دو لا تريزوري اي ايكال، لو مونتون دو لا تريزوري هو 10 دو لا بونك بليس لا كيس، دونك 21 500. دونك 21 500 ديال لا بنك زائد 25 400 ديال لا كيس، دونك 46 900. دونك غتخرج لنا التريزوري 46 900، دونك 46 ألف. الجواب هو سي، دونك هذا هو الجواب. دابا انتقلوا ليكزرسيس ديال الجورنال. دونك السؤال سويفون هو pour comptabiliser les opérations de 15-7-2018. Donc, à chaque fois, l'opération est le 15-7-2018. Donc, le 15-7-2018, augmentation de capital de l'entreprise par de nouveaux apports des associés de montant de 500 000 dirhams par virement bancaire, sachant que, son capital social avant augmentation est de 400 000 dirhams. Donc, on a d'ailleurs l'augmentation de capital. Augmentation de capital. Donc, à des opérations, augmentation de capital. Donc, capital Z. Quand il faut un capital, il y a le mode passif. Donc, d'imaginer le mode passif, il est Z. Donc, quand il y a le crédit. Donc, il y a le capital social, il y a le crédit. Donc, on a un capital social, le crédit. Par contre, هاد لوغمونطاسيون دو كابيتال باش كانت بار فيرمون بونكير، يعني دوك الفلوس حطيناهم في لا بونك، دونك لا بونك تزاد، دونك لا بونك غادي يكون في دي بي، حيت لا بونك تزاد، دونك هاكا تكون لوبيراسيون. دابا المونطون، المونطون ديال لوبيراسيون، دونك لي هنا غنديرو لي كود، بالنسبة لا بونك الكود ديالو، لا بونك الكود ديالو 51، حيت البروف عاطي 51. 50 41، وبالنسبة للكابيتال راه معروف الكونت ديال الكابيتال 1 1 1. دونك هادو هما لي مونطون لي كود ديالهم، حيت البروف عاطي لي كود في الاختيارات ما عطيش لي كلاس. دونك لي مونطون، المونطون ديال لوغمونطاسيون هو قال لك ان لوغمونطاسيون كانت ب 500 ألف درهم، اما 400 ألف درهم غير داك لا فالور اللي كانت تقديمه في الكابيتال، اما هو بشحال تزاد زاد 500 ألف. دونك كنكونطابيليزو غير داك الزيادة ديال الكابيتال، دونك غنديرو 500 ألف درهم في الدي بي و 500 ألف درهم في الكريدي. دونك غنديرو 500 ألف درهم في الدي بي و 500 ألف درهم في الكريدي. دونك غنديرو 500 ألف درهم في الدي بي و أوسي 500 ألف درهم في الكريدي. دونك هادي هي لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون ديال دو 15-7. دونك غنشوفو الجواب الصحيح. دونك pour comptabiliser l'opération ديال 15-7-2018، قلنا كان ديبيتي الكونت ديال لا بونك، وكان كريديتيو الكونت ديال الكابيتال. الكونت ديال لا بونك هو 51 41، والكابيتال 11 11، دونك المونطو هو 500 ألف درهم. دونك الجواب ا، اون ديبيت 51 41 500 درهم، اي اون كريديت لو 11 11 500 درهم. اون ديبيت 51 41 900 درهم، اي اون كريديت 11 11 900 درهم. دونك هنا اون ديبيت لو 11 11 500 درهم اون كريديت. دونك هنا الجواب الصحيح، هذا الشيء اللي درناه هو الجواب الصحيح، هو هذا ا، حيت داك الشيء اللي درنا كونطابيليزينا 51 41 ولا بونك في الدي بي ب 500 ألف درهم، وكريديتينا لا كيس عفوا الكابيتال سوسيال ب 11 11 ب 100. دونك هذا الجواب الصحيح هو ا، هذا هو ا الجواب الصحيح. دونك دابا نشوفوا الكيسيون نيميرو 14، نشوفوا لا فاكتور نيميرو الاولى اف 95، لا فاكتور اف 95 هي هادي، هي هادي. غنديرو لا فاكتور، دونك اكيزيسيون دا ماشين دي ماشين دي فالور دو 100000 درهم، تي في 20%، ريغلي 50% لو 20 10 2018، يعني اقل من عام، اي لو ريست 30 7 2019، يعني اكثر من عام. دونك غنديرو لا فاكتور ونديرو، دونك اول حاجه نبداو بلا فاكتور. دونك غنديرو لا فاكتور، دونك عندنا le montant brut ديال الفاكتور اللي هو عطينا المونطون بريت، دونك عطينا المونطون بريت هو 200 ألف درهم،
200 درهم. عطانا غير تيفيا، دونك تيفيا 20%. تيفيا ماجوراسيون كتزاد، دونك تيفيا 20%، حسبت 20% عطيني 40000 درهم. دونك هي ابخي كنحسبو نت ابي، حيت عندي غير تيفيا فقط. نت ابي غادي يكون هو عفوا نت ابي هو 240000 درهم. 240000 درهم. دونك هذا هو نت ابي ديال لوبيراسيون. هاد لوبيراسيون فيها عندنا الاشا دون ماشين. اشا دون ماشين هو الكونت هو ديال ماتريال اي اوتياج. دونك عندنا اش اكيزيسيون دون ماشين غنديرو ماتريال اي اوتياج. دونك غادي يكون في الديبي. دونك لو موان دو بايمون ريغلي 50% 2010، يعني في نفس العام، يعني من بعد 3 شهور، حيت هما تشراو في شهر 7 والبيمون الاول غادي يكون شهر 10، يعني 50% اقل من عام، كريدي اقل من عام. دونك مي كيكون لاكيزيسيون ديال واحد لي موبيليزاسيون هنا هي واحد لا ماشين اقل من عام، كنستعملوا الكونت ديال ديت سيغ اكيزيسيون دو موبيليزاسيون. اما بالنسبه لو غاس اللي كاين شهر 7 2019 راه اكثر من عام، دونك نستعملوا الكونت ديال فورنيسور دي موبيليزاسيون. دونك لا كونتابيليزاسيون تكون بحال هكا. دونك هنا عندنا اكيزيسيون دي ماشين. اكيزيسيون دي ماشين نستعملو الكونت ديال ماتيريال اي او تي اش. من بعد غادي نقول اي او تي اش ماتيريال اي او تي اش. دونك ماتيريال اي او تي اش. دونك نستعملو الكونت ديال ماتيريال اي او تي اش. دونك عندنا التيفيا غتكون ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون. علاش؟ لان هاد الماتريال اوتياج راه كاين في كلاس 2. دونك ايتا تيفيا ريكوبيرابل سير ايموبيليزاسيون. دابا الموين دو بايمون، لي موين دو بايمون غتكون في الكريدي. دونك يعني عندنا اقل من عام ولا اندوب اكثر من عام، يعني غنديرو كون ديال فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. وبالنسبه اللي اقل من عام غنديروا الكون ديال ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون. ديت سور اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دونك هادو هما لي كونت لي غنستعملو. دونك ماتريال اوتياج في الدي بي، ايتا تي في ريكوبيرابل اي شي موبيليزاسيون في الدي بي، فورنيسور دي موبيليزاسيون لانه اكثر من عام واحد 50%، و دي سي اكيزيسيون. بالنسبه لي كود هاد البروف كيعطيكم لي كود، دونك غنكتبو لي كود ديال كل حاجه. دوب ماتريال اي اوتياج، بالنسبه للماتريال اوتياج الكود ديالها هو 23 32. بالنسبه ايتا تي في ريكوبيرابل سي موبيليزاسيون 34 551. بالنسبه للفورنيسور دي موبيليزاسيون 14 86. بالنسبه ديت سي اكيزيسيون 14 81. دونك هادو هما لي كود ديال هاد لي زوبيراسيون. دابا لي مونطون، دونك بالنسبه للماتيريال اوتياج غيدخل ب مونطون بريت اللي هو 200000 درهم. تافيا غتدخل ب 40000 درهم ديال التافيا اللي حسبنا. ابنا بالنسبه للفورنيسور دي موبيليزاسيون او دي سير اكيزيسيون هما 50% كاينش دو نيت ابي، يعني 120000 درهم. النص ديال نيت ابي 120000 درهم فورنيسور دي موبيليزاسيون، والنص الاخر راه هو دي سير اكيزيسيون دي موبيليزاسيون. دونك هذه هي لا كونطابيليزاسيون بالنسبه لهاد لوبيراسيون هادي ديال الاولى ديال الفاكتور الاولى. دونك غنمشيو للجورنال نشوفوا لي كيسيون باش نكونطابيليزيها. دونك ها هو الكيسيون نيميرو 14. Pour comptabiliser la facture numéro F5095, on doit passer les écritures. Donc, les écritures, les gna, gna can débiter le compte diet 23 30, ou can débiter ma le compte diet état de TVA récupérable sur immobilisation 34 551, ou aussi can créditer le compte diet fournisseur des immobilisations le 14 86 120 120. Ou aussi qu'un crédit le compte ديال ديت سيغ اكيزيسيون دي موبيليزاسيون اللي هو 44 81. دونك هادو هما لا كونطابيليزاسيون اللي كندير. الجواب الصحيح هو هاد بي. هيا كتلاحظوا بي في داكشي اللي بغينا.
On débite les comptes 23, 32, petit f dirham, les rois matériels autrias, haha. Ou qu'on débite ma état de TVA récupérable, c'est immobilisation, 4355, 1, et on crédite les comptes 44, 81, dial dette, c'est acquisition d'immobilisation, 120 f dirham. Ou fournisseur d'immobilisation, c'est le crédit, 14, 120 f dirham. Donc, c'est le job, c'est haha. D'abord, tu fais la facture numéro 18, 0, 18. Hadi. Le 15-8-2018, achat de 30 cartouches d'encre à 600 dirhams l'unité. L'entreprise a bénéficié d'un rabais de 4%, d'une remise de 10% et d'un escompte de 5%. Le taux de TVA 20%, le règlement en comptant par chèque bancaire numéro C3, donc facture numéro 18. Donc, on a dit d'abord la facture d'ILH. Donc, on a le montant brut. Sinon, le montant brut, on a dit qu'on a 30 cartouches de l'encre. 8 de l'ouah, il y a un drabha. 600 dirhams. Donc, on a le montant brut. 30 dirhams, il y a 80,000 dirhams. Donc, le montant brut. دونك شنو عندنا اول حاجه عندنا غابي عندنا واحد الغابي دونك غابي ديال 4% دونك عندنا غابي اللي هو 4% دونك غابي 4% عندنا غابي القيمه ديالو 4% دونك حسبوا الغابي دونك الغابي غادي تنقص باش نحسبوه حسبوا 180 الف درهم نضربوها في 4% عطاتينا 180 الف درهم عفوا ماشي 180 الف درهم 18 الف درهم هنا ماشي 180 الف درهم ديزولي دونك 30 في 600 18 الف درهم ماشي 180 الف درهم تدل على الغلط دونك عندنا 30 كارتوش ديال لونك الثمن ديال 1600 دونك 30 في 600 18 الف درهم ماشي 180 الف درهم دونك حسبنا 4% عطاتينا 720 درهم هذا هو القيمه ديال الغابي الغابي ريديكسيون دونك كيتنقص باش عطينا النيت كوميرسيال الاول حيت كاين عندي باقي واحد الروميز 180 الف درهم ناقص 700 18 الف درهم ناقص 720 عطيني 17280 دونك هذا بالنسبه للنيت كوميرسيال الاول ابري غنقصوا الروميز فيه 10% الروميز فيه 10% دونك غنقصوا الروميز دونك الى جينا نحسبوا 10% ديال هذه هي تخرج 1728 دونك هذه هي دونك الروميز توا كيتنقص باش يعطينا النيت كوميرسيال دو كيساوي 15552 15552 ابخي الاسكونت الاسكونت اللي فيه 5% اسكونت يتحسب على حساب هاد النيت كوميرسيال دو نضربو في 5% يعطيني 777.6 دونك عطينا نت فينانسي نت فينانسي هو نت كوميرسيال دو ناقص الاسكونت عطينا 14700 دونك 14000 دونك 700 فاصل 700 و دونك 14774.4 14700 74.4 دونك ابخي نحسبو تي في 20% تي في 20% تي في ضرب على فلسه في نيت فينونسي دونك نشدو 14774 نضربوها فاصل 4 نضربو في 20% تخرج ليا تخرج لنا 2954.88 دونك هادي هي القيمة ديال تي في اخر حاجة خرج لنا نيت ابي نيت ابي هو 17729.28 دونك هذه هي لا فاكتور هنا قديناها ابخي غنشوفو لا كونتابيليزاسيون بالنسبه للكونتابيليزاسيون هنا غنديروها شي لو فورنيسور اي شي لو كليون حيت في الكيسيون غنشوفو ان الاستاذ كيعطينا لا كونتابيليزاسيون ديال شي لو كليون اي شي لو فورنيسور دونك بالنسبه لهاد لوبيراسيون اللي عندنا هي اوبيراسيون داشا يعني غتكون شي لو كليون اما الفونت غتكون شي لو فورنيسور يعني خصنا نديروهم بجوج
دوك على بركة الله نبداو. أول حاجة نبدا شي لو كليون، شنو عندي في لا كونطابيليزاسيون شي لو كليون؟ أول حاجة نبدا دابا شي لو كليون. دونك شي لو كليون شنو عندنا؟ عندنا أشا ديال 30 كارتوش دونكر. هاد لي كارتوش دونكر شنو هما؟ هاد لا كارتوش دونك هما فورنيتور دو بيرو، دونك أشا دو فورنيتور دو بيرو، دونك أشا دي فورنيتور دو بيرو، ها هو أشا دو فورنيتور. دونك عندنا التي فيا غتكون إيطا تي فيا ريكيبيرابل سيغ شارج، علاش؟ لأن هاد الأشا راه شارج. دونك مفهوم هاد الكونت غادي يكونوا في الدي بي. اما في الكريدي لي موان دو بايمون شناهي؟ قال لك باغ شيك بونكير، دونك غندير لا بونك، ها هو. اي اوسي عندنا اسكونت، غنديرو اسكونت حيت عندنا هادي اشا، دونك غادي يكون اسكونت اوبتوني اشا، حيت يكون اسكونت اوبتوني. دونك دابا لي كود، حيت الاستاذ راه كيعطي لي كود، ما كيعطيش لي كونت، لي كود كلو ديال وحده. اشا دو فورنيتور دو بيرو، الكونت ديالها هو 61 21، 60 21. اما بالنسبه للايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج هي 34 55 2، لا بونك 51 41، والاسكونت اوبتوني 73 68. راه لي كونت، راه لي كود، راه عاطيه لكم الاستاذ في الورقه ديال ليكزام، غتلاحظوها راه عاطيها لكم. انا كندير غير دونك الى رجعتو الورقه، واحد الورقه هنايا هي دارها لكم فيها، كتلاحظوا هنا حط لكم فيها لي كود، ها هو ديك اشا دي عفوا اشا دي فورنيتور دو بيرو، ها هي ديزوري راه غلط هنا، 61 254، ديزوري بالنسبه ل هادي 61 254، 61 254 الرقم ديال هادي، 61 نصحوها، 61 دونك بالنسبة للرقم ديال أشا دو فورنيتور دو بيرو 61، دونك 61 254، دونك هذا هو الكود ديالها. دونك بالنسبة لي مونطون أشا ديال هاد لي فورنيتور دو بيرو غيدخل بالنيت كوميرسيال الاخر اللي هي 15552. ايتا تي فيا دخل بالقيمه ديال ايتا تي فيا اللي هي لقينا فيها 2954.88. بالنسبه لا بنك غيدخل بالنيت ابي اللي هو 17723.28، وبالنسبه الاسكونت داكشي اللي لقينا في الاسكونت اللي هو 777.6. هذا شي لو فورنيسور، شي لو كليون هذاك اللي شرا. اما الفورنيسور شي لو فورنيسور لا كونطابيليزاسيون تكون بحال هكا، شي لو فورنيسور دونك نديرو لا كونطابيليزاسيون تاع شي لو فورنيسور. شي لو فورنيسور دونك الفورنيسور اي دي بي تي الكونت ديال لا بانك، حيت هو البنك الكونت بونكير ديالو تزاد، حيت يكون عنده اسكونت اكوردي في الدي بي. بالنسبة للكريدي غادي يكون عنده فونت دو برودوي فيني، هذا يعتبر برودوي فيني، هذا هو اللي كينتج هاد لي هادو هاد لي فورنيتور دو بي، هو اللي كينتجهم كيبيعهم. انا بالنسبة للتي فيا غتكون عنده ايطا تي فيا فاكتوري. بالنسبه لي مونطون ولي كود، اول حاجه دونك لا بانك، لا بانك غادي يكون عنده 51 41، الاسكونت اكوردي 63 86. بالنسبه للفونت دو برودوي فيني غادي يكون عندها الكود ديالها اللي هي 71 21،
20. بالنسبة للإيطا التيفية فاكتوري اللي هي 44 55، دونك هادو هما لي كو ديالها. بالنسبة لي مونطون، نفس لي مونطون اللي درنا هنا، نفس هادو، لا بون كيبقى نفسه، الاسكونت اوبتوني اسكور دي يبقى نفس القيمة ديال الاسكونت، الفونت هو نفسه ديال الاشا، و التيفية هي نفس التيفية، دونك نفس لي مونطون غادي يبقاو. دونك غنمشيو نجاوبو على الكيستيون، على لي بون شوا. كيستيونما بور كونتابيليزي لا فاكتور، دونك قلنا اول حاجة قلنا كان ديبيتي الكونت ديال 61 254 اشهر دو فورنيتور دو بيرو 15552، وكان ديبيتي مع سميتو ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج، ها هي نيت هادي اللي لقينا فيها، وكان كريديتي الكونت ديال لا بونك ومعاه الاسكونت اوبتوني، هو هذا يعني الجواب دي راه صحيح. اما بالنسبه لشي لو فورنيسور، كنا كان ديبيتي الكونت ديال لا بونك 51 و 40 ومعاه اسكونت اكوردي 63 86، وكان كريديتي الكونت ديال فونت دو برودوي فيني 71 218، و كنديرو هاد الكونت ديال هذا ديال سميتو ديال ا، هكا هو دونك اتا صحيح. الكونتابيليزاسيون شي لو فورنيسور شي لي كليون، حيت الاستاذ دار ليكم كونتابيليزاسيون ديال شي لو فورنيسور وحتى الكونتابيليزاسيون ديال شي الكليون، يعني تشوفوا لي ريبونس اللي عطاكم، كتجاوبوا على حسب لي ريبونس اللي عطاكم. دابا كيسيون نيميرو 16، دابا الفاكتور افواغ، نقادو دابا الفاكتور افواغ. الفاكتور افواغ هي هادي، دونك قال لك روتور دو ان تيير دي كارتوش ا كوز دون نون كونفورميتي ريسيبسيون لا فاكتور، دونك روتور ديال 1%، يعني الروتور ديال الثلث ديال هاد هادو دوك اللي حسبنا، هادشي اللي حسبنا هنا، هاد لي بياس دو كارتوش اللي شراو القيمه ديالهم 18000 درهم، ردوا الثلث ديالهم، ردوا الثلث ديالهم يعني 18% رجعات. دونك هنا في هاد لوكا هادي غنديرو فاكتور افواغ، دونك فاكتور افواغ، دونك غنديرو فاكتور افواغ، فاكتور جديده، فاكتور افواغ، دونك غيكون المونطون بغيت قاليك رجع واحد ثلاثة. المونطون بغيت كنشدو المونطون بغيت ديال الفاكتور الأولى اللي هو 18000 درهم اللي خدينا، دونك كنشدو 18000 درهم كنقسمو على ثلاثة باش يعطينا المونطون بغيت ديال هاد الفاكتور اللي هو دونك 6000. دونك كنطبقو عليه نفس لي زيليمون اللي عندي في الفاكتور دوا، اللي هو اول حاجة غابي ديال 4%، دونك كنجي نحسبو الغابي ديال 4%، غيخرج ليا دونك 4% نحسبوها، دونك نشدو 6000 نضربوها في 4%، دونك عطاتينا 240، دونك عادي تنقص باش يعطينا النيت كوميرسيال الاول، دونك نشدو 6000 ناقص 240 باش تعطينا 5760. ابخي كنحسبو الروميز نفس لي زيليمون عندي، الروميز 10% نفس لي زيليمون اللي عندي في الفاكتور دوا، كنعاود نحسبهم. الروميز ديال 10% اللي هي 5700، هي 576، دونك كنجي ننقص باش يعطيني نيت كوميرسيال 2 اللي هو 5760، دونك 5760 ناقص 576 دونك باش يعطينا كيساوي 5184، دونك هذا هو نيت كوميرسيال 2. ابخي كنجي كنحسب الاسكونت ديال 5%، اسكونت غتحسب على هذا، دونك غنضربوها في 5% باش يعطينا اسكونت كيساوي 259.2. ابخي كنحسبو نيت فينونسي اللي هو النيت كوميرسيال دو ناقص القيمة ديال الاسكونت، دونك نشدو 5184 ناقص 259.2 باش يعطينا النيت فينونسي كيساوي 4924.8. ابخي كنحسبو تي فيا 20%، تي فيا تحسب على هاد النيت فينونسي، دونك نشدو نضربو 20% باش يخرج ليا التيفيا 984.96،
دونك ابخي الحاجه هذه فاكتور افواغ دو تو مارشانديز اللي قاعد يكون نيت اديدوير ولا نيت اريدوير دونك تي في ا كات زد دونك باش عطينا 5909.76 دونك هذه هي الفاكتور. بالنسبه لا كونتابيليزاسيون, لا كونتابيليزاسيون تري سامبل, غنشد هاد لي كونت لي درت الفاكتور دوا غنقلبهم شي لو كليون غنقلبهم, يعني ندير اش دو فورنيتور دو بيرو و ايتا تي في ريكوبيرابل غادي يكونوا في الكريدي ولا بونك والاسكونت اوبتوني غادي يكونوا في الدي بي. وبالنسبه لشي لو فورنيتور ميم شوز تنقلب لي زيكوتي, يعني فون دو برودوي فيني و ايتا تي في فاكتور غادي يكونوا في الدي بي ولا بونك الاسكونت اكوردي في الكريدي و لي مونطون غنشدو هاد لي مونطون ديال لي فاكتور جديده ماشي لي فاكتور قديم ديال الفاكتور الجديده اللي غنشدو. دونك هادي هي لا كونتابيليزاسيون لي غادي نديرو. دونك غنقلبو لي زيكريتور مفهوم, يعني كونتابيليزاسيون غنشدو هاد لي كونت هادو نبداو نبدا ليكم شي لو كليون حيت لي شرا ندير ليكم غير لي لي كود كيما دار الاستاذ. دونك درنا حنا 51 41 و 73 86 كانوا في الدي في الكريدي, دونك غادي يولوا في الدي بي, يعني في الدي بي غادي ندير اش عندي ندير الكونت ديال 51 41 هو لا بونك و 73 86 هو الاسكونت اوبتوني مفهوم. اوسي في الكريدي عندي الكونت ديال اشا دو فورنيتور دو بيرو, يعني 61 254 مع ايتا تي فيا ريكوبيرابل سير امبوليز 34 55 2. بالنسبه لي مونطون غنشد لي مونطون ديال هاد لي فاكتور هادي, مونطون ديال هاد لي فاكتور هادي, يعني لا بونك غيدخل بالنيت ا دي دوير اللي هو 5909.76. بالنسبه الاسكونت اوبتوني غيدخل بالقيمه ديال الاسكونت اللي حسبناها هي 259.2. بالنسبه لهاد الكريدي الاشا دو فورنيتور دو بي 61 254 يدخل بالنيت كوميرسيال الاخير اللي هو 5184. اونفا بالنسبه لايتا تي في ريكوبيرابل ادخل ب 984.96. هذا بالنسبه شي لو كليون اللي شرا. اما بالنسبه لشي لو فورنيسور, شي لو فورنيسور هادوك لي زيكريتور كونطابل اللي درنا في الفاكتور دو شي لو فورنيسور غنقلبوهم, يعني هادشي اللي درنا هنا درنا لا بونك الاسكونت اكوردي في الدي بي و الفون دو برودوي فينو اي تاكتي في فاكتيغي في الكريدي, يعني غنجي نقلبوهم, يعني غنديرو فون دو برودوي فيني و اي تاكتي في فاكتيغي في الدي بي, يعني ندير 71 21 1 ديال فون دو برودوي فيني و عندي ندير معاها اي تاكتي في فاكتيغي 44 55 هادو في الدي بي. اما في الكريدي غندير هاد جوج بونك الاسكونت اكوردي لا بونك 51 41 والكيسكونت اكوردي 63 86. بالنسبه لي مونطون نفس لي مونطون اللي درنا هنا, بالنسبه الفون دو برودوي فين يدخل بالنيت كوميرسيال اللي هو دونك هاد النيت كوميرسيال هذا ها هو الاخر نفس هاد المونطون اللي درت هنا, يعني 5184. بالنسبه للتي في القيمه ديال التي في 984.96 فهم. بالنسبه هاد لا بونك غيدخل بالنيت ادي دويغ اللي هو 5909.76. وبالنسبة الاسكونت اسكونت غادي يكون اسكونت اكوردي غيدخل ب 259.2. دونك هادي هي لا كونتابيليزاسيون ديالها. شو دابا نجاوبو على لي بون ريبونس. هما بور كونتابيليزي لا فاكتور في 3 اون دوا اش قلنا نبداو بحاجة شي لو كليون, شي لو كليون قلنا شنو كنديرو, كنديبيتيو اش كنديبيتيو لا بونك والاسكونت اوبتوني وكان كريديتيو الاشا دو فورنيتور دو بيرو و ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج, يعني كنديبيتي 51 41 وكنديبيتي مع 73 86 وكان كريديتي 21 254 و 34 55 2. دونك هنا الجواب نقلبو عليه, الجواب غادي يكون هو سي, ها هو دونك سي فيني سي دونك سي هذا ها هو الجواب سي. دونك كنديبيتي الكون ديال الاسكونت اوبتوني 73 86 ومعاه
دونك نشوفو مزيان حيت هو الجواب هو هذا، حيت هذا وقيلا بي هو الجواب الصحيح هو هذا. اون ديبيت لي كونت 73 86 اللي هو الاس كونت اوبتوني ومعاه لا بونك ها هو، وكان كريديتي الكونت ديال هادو 60254 ديال الاشهر دو فورنيتور دو بيرو ومعاه ايتا تي في ريكوبيرابل سيرفر. دونك بهذا الشيء لو كليون شي لو فورنيسور قلنا كان ديبيتيو اش الكونت ديال فونت دو برودوي فيني ومع ايتا تي في فاكتوري، وكان كريديتي الكونت ديال لا بانك ومع لا بانك ان كريديتي ومع لا بانك، وغادي يكون مع لا بانك هذاك الكونت ديال الاس كونت اكوردي. دونك ها هو اون ديبيت لي كونت. دونك نقلبوا على لا بون ريبونس. دونك هنايا ما كايناش، كاينه هادي ولكن كاتب لك هنا الكونت ديال الكليون. دونك غندير الكونت ديال لا بانك ماشي الكليون حيت غادي يخلصوا رد لي فلوسو. دونك هنايا الجواب الصحيح هو هذا جواب بي. دابا نشوفوا ليكزيس سويفون. ليكزيس 3 دونك لونتربريز جانا فروت ا ريسي ان فاكتور اون فاكتور دونك رولاتيف ا لاشا دو ماتيير بروميير لو مونطون نيت ا بيي 150978 درهم الى بينيفيسي دان دو روميز سكسيسيف دو 10% اي 5% et il en escompte des valeurs de 23 085 dirhams. Le taux de TVA et le taux normal règlement crédit de 60 jours. Donc on a une espèce de la facture à dire on va être comme net à payer yani tu peux la facture quatre mille t'as comme net à payer. Donc tu vois de la facture à dire donc la facture tu ne fais rien. De la facture maintenant le montant brut mais indiche qui nous a de remise qui a la charge de mia min bad un bon net commercial loul min bad un noxo ou de remise d'iel comme ça fait mia min bad qui est net commercial 2 net commercial 2 c'est pour aller escompte escompte le pourcentage d'ielo maintenant le pourcentage d'iel escompte pourcentage d'iel escompte mais indiche voilà qui n'a pas atteint le montant d'iel escompte les watts de 20000 comme ça ou 80 prime d'ielo net financé à l'instabo TVA 20% à l'instabo après net net à payer ou à taulina net à payer à taulina 1 650 000 ou 900 donc à la facture donc à donc débat à net à payer TTC donc à net financé ou hors taxe yani parce que j'ai pas de net financé à y al-qaïda. Donc, net financé, et ça, oui, non, net à payer, les watts TTC à la watt face à la juge. Donc, un shit, net à payer, on consomme à la watt face à la juge, et on a net financé. Donc, on a créé 9 net financé, on a créé 9 130 000. Ou 8 000 ou 15 000 donc c'est un net financé. Après mon cas c'est TVA. TVA il y a un net financé on doit faire 20 000 ou l'achat de net à payer donc c'est net financé. Bah bah les bruits tout. Et les états de TVA très les comme 120 000 ou 163 000 donc c'est il y a prime de TVA. Donc parce que nous pouvons calculer net commercial 2. هنا عندي دونك باش نحسب نيت كوميرسيال 2 هذا اللي كيساوي هذا نيت فينونسي كنشد نيت كوميرسيال 2 ناقص الاسكونت كيعطيني نيت فينونسي دونك هذا نيت كوميرسيال 2 نيت فينونسي دونك نيت فينونسي باش نحسبو نيت فينونسي راه كيساوي اللي نورمالمون كيساوي نيت كوميرسيال 2 موان الاسكونت هذه هي الطريقه باش نحسبو. دونك هنا الاسكونت عندنا اللي ان نيت كوميرسيال 2 راه يساوي ليا نيت فينونسي بليس الاسكونت
هذا نجيبو لهنا وداك دير ليه. دونك الا ديت الاس كون الطرف الاخر هتولي زائد. دونك نيت كوميرسيال 2 هو نيت فينونسي اللي هو 130815 زائد الاس كون. دونك يخرج ليا في 153900. دونك هذه هي القيمه ديال نيت كوميرسيال 2. دونك نكتبو هنا هو نيت كوميرسيال دو. حسبنا 153900. دونك دابا باش نحسب النيت كوميرسيال ان شنو غندير. نيت كوميرسيال ان هاد القاعده باش نحسبو ان شنو غندير. هو نيت كوميرسيال دو مقسوم على 0.95. 0.95 حيت العلاقه باش نحسب النيت كوميرسيال دو. نيت كوميرسيال دو يساوي ليا اش. كنشد نيت كوميرسيال ان كنقص منه الروميز. دونك نيت كوميرسيال دو هو نيت كوميرسيال ان ناقص الروميز. شنو كيساوي الروميز؟ 5%. باش نحسب الروميز كنشد 5% من نيت كوميرسيال ان. دونك نيت كوميرسيال دو عن ديفلوبي الكالكول نيت كوميرسيال 1 ناقص هاد 5% هي 0.05 نيت كوميرسيال 1. دونك نكمل لكم الكالكول. دونك نكملو. دونك يعني نيت كوميرسيال 2 نيت كوميرسيال 2 يساوي ليا اش. دونك هنا عندنا نيت كوميرسيال ان ناقص 0.05 يعني 1 ناقص 0.5 يدخل ليا 0.95 نيت كوميرسيال 1. دونك يعني ان نيت كوميرسيال 1 راه يساوي ليا نيت كوميرسيال 2 مقسوم على 0.95. ونشدو النيت كوميرسيال 2 هو اللي هو 153900 نقسمو على 0.95 باش نجبدو نيت كوميرسيال 1. يخرج ليا النيت كوميرسيال 1 كيساوي 162000. 162000. دونك هذا هو النيت كوميرسيال. هذه هي الطريقه باش كنحسبو. بالنسبه للاسكونتر هذا الروميز هذا راه باين. نشدو هذا 162000 نضربو ب 5% ولا نشدو هذا. دونك انا اللي بغيتو. دونك هنا 162000 نسيت واحد الزيرو هنا ديزولي. 162000. 162000 دونك هادي هي القيمة ديال نيت كوميرسيال 1. دونك نشدو هادي نضربوها في 5 باش تعطينا الروميز. دونك الروميز يخرج ليا اللي هو 8100. 8100 بقى لينا المونطون بغيت نفس الطريقة اللي درت. دونك نيت كوميرسيال ان اش كيساوي؟ هو المونطون بغيت ناقص الروميز. هاد الروميز الاول اللي هو ديال 10% بطبيعة الحال. دونك نيت كوميرسيال ان هو المونطون بغيت ناقص باش نحسب الروميز. هاد الروميز اللي بغيت نحسبو هاد الروميز اللي بغيت نحسبو نورمالمون شنو كندير؟ كنشد المونطون بغيت كنضربو 10%. دونك هو 10% في مونطون بغيت. دونك نيت كوميرسيال ان يساوي لنا المونطون بغيت ناقص 0.1 مونطون بغيت 10% 0.1. نعم الشوز اللي درت دونك مونطون نيت كوميرسيال 1 دونك مونطون بغيت ناقص 0.1 مونطون بغيت هو 0.9 مونطون بغيت. يعني ان المونطون بغيت هو نيت كوميرسيال 1 مقسوم على 0.9. الى جينا حسبنا يخرج لينا 180000 درهم. دونك هذا هو دونك 180000 درهم. دونك هذا هو المونطون بغيت. بالنسبه هذا الروميز راه باين شدو المونطون بغيت 180000 درهم 10% تعطينا 18000. دونك هذه الطريقه حسبناهم هادشي كلشي حسبنا. ها هو على الكيستيون 17 و 18 دو لا فاكتور نيميرو 400 هذه الاولى. دونك نيت كوميرسيال شحال لقينا فيه؟ نيت كوميرسيال نيت كوميرسيال الاول 162000 ونيت كوميرسيال الثاني 153900. يعني حتى واحده من هادو ما صحيحاش.
بالنسبة للمونطون ديال التيفيا شحال لقينا في المونطون ديال التيفيا؟ لقينا فيها 26163، 26163 يعني هذا الجواب السي راه صحيح، داكشي اللي لقينا في التيفيا هي 26163 اللي لقينا في التيفيا. دونك هي المونطون دو لا تيفيا دونك سي راه صحيحة. توجور دو لا فاكتور لو طو ديسكونت، دونك باش تحسب لو طو ديسكونت، طو ديسكونت راه بحال ستاتيستيك، يعني باش تحسب هاد لو طو ديسكونت شنو كنديرو؟ كنشدو الاسكونت، دونك هنا طو اسكونت دي شنو كيساوي؟ هو الاسكونت مقسومة على نت كوميرسيال دو نضرب في 100، كلشي داكشي نضربو في 100 راه بيان سيغ، ندير هنا قوس، يعني نشد الاسكونت نقصو على النت كوميرسيال نضربو في 100، يعني نشد 23085 مقسومة على 153900 نضرب في 100 تخرج ليا 15%، 15 يعني القيمة ديال الاسكونت هو 15%، دونك يعني الجواب الصحيح هو هذا اسكونت 15% هو بي، بي صحيحة. لو مونطون بغيت لقينا فيه 180000، دونك سي صحيحة، ها هي بي سي صحيحة. دابا لا كونتابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون هادي كان الكيستيون هذا، دونك غنديرو لا كونتابيليزاسيون، دونك لا كونتابيل الفاكتور نشوفوها بعدا هي الاولى شنو فيها. لا فاكتور قال لك لونتربريز، دونك هنا البيمون كان اكريدي، دونك هاكا ان فالور لو طو بيمون اكريدي، دونك غنديرو هنا غنديرو شي لو فورنيسور و شي لو كليون، دونك الحال كا ديال الاشا و الكا ديال الفونت جوجهم نديروهم، كا ديال الاشا و الكا ديال الفونت، نبداو بشي لو كليون الكا ديال الاشا، اشا دي ماتيير بروميير، اشا دي ماتيير بروميير، دونك عندي بيتي الكونت ديال اشا دو ماتيير بروميير، الكود ديال الاشا دو ماتيير بروميير هو 61 21، وكان دي بي تي معاه، دونك عندنا تي في ا، دونك غتكون ايتا تي في ا ريكوبيرابل سير شارج، دونك 34552. بالنسبه للكريدي البوي دو بايمون قال لك اكريدي، دونك فورنيسور، دونك 44 11، ومعاه الاسكونت، دونك غادي يكون اسكونت اكورد اوبتوني، عفوا اسكونت اوبتوني يعني 73 86. دونك هما بالنسبه لي مونطون الاشا دو ماتيير بروميير، الاشا دو ماتيير بروميير غادخل بالنيت كوميرسيال الثاني الاخير اللي هو 15153900، التي في غادخل بالتي في 26163، مفهوم. دابا بالنسبه لي زيليمون دو كريدي لا بونك، او عفوا الفورنيسور دخل بالنيت ابي اللي هو 156978، بالنسبه للاسكونت داكشي اللي حسبناه في الاسكونت اللي عطانا 23085، دونك هذا الشيء لو كليون. دابا غنديرو الشيء لو فورنيسور، حيت كيما قلت لكم الاستاذ راه كيعطيكم حتى ديال الشيء لو فورنيسور كيحط لكم في لي شوا، هنا خاصكم ديروها. دونك الشيء لو فورنيسور، دونك الفورنيسور راه كيبيع، دونك باع اكريدي، دونك كنديرو الكليون في الدي بي 34 21، اسكونت اكوردي دونك 63 86. بالنسبه للكريدي عنده فونت، فون دو برودوي فيني، حيت داكشي اللي كاين جوا برودوي دو برودوي دي ماتيير بروميير، دونك بالنسبه ليه هو فون دو برودوي فيني، دونك 71 21 11. وعندنا التي فيا تكون ايتا تي فيا فاكتوري 44 55. بالنسبه لي مونطون، بالنسبه للكليون غادي يكون عنده 156978 اللي هو النيت ابيي، الاسكونت اللي هو 23 85، وبالنسبه ل الفونت برودوي فيني هو 153900 ديغني نيت كوميرسيال، وبالنسبه للتي في القيمه ديال التي في 26 126 163، دونك هادي هي القيمة ديالها. دونك نشوفو لا كونتابيليزاسيون الأجوبة الصحيحة، دونك عندنا الأجوبة الصحيحة، دونك عندنا بعد أول جواب صحيح هو أ أون دي بيت، ها هو 61 21 أشهر دو ماتيير بروميير، القيمة هي هادي، وعندنا
état de TVA récupérable sur charge هي القيمة وكان كريديتي الكون ديال الاسكونت اوبتوني هو قيمته والفورنيسور هي هذه دونك هذه صحيحة و السيتا هذه تي صحيحة كان ديبيتي الاسكونت اكوردي ومع كليون بهاد لي مونطون نيت وكان كريديتي الكونت ديال البرودوي فيني فون دو برودوي فيني ومع ايتا تيفيا فاكتوري يعني تدي صحيحة. بقات لينا اخر اوبيراسيون بور كونتابيليزي لا في دو دي بي. دونك هذا نرجعو في الاكزرسيس رقم واحد لا في دو دي بي اكزرسيس نيميرو 1 هادي ريسيبسيون دان افي دو دي بي غولاتيف اوز انتيغي بونكار 1100 درهم دون تيفيا 10%. دونك هذا داخله فيه تحت تيفيا ديال 10% دون دونك تيفيا راه داخله هنايا يعني دون تيفيا 100 دونك هنا تيفيا 10%. دونك بالنسبه لا كونتابيليزاسيون دونك قال لنا افي دو دي بي دونك افي نديرو الكونتابيليزاسيون هنا قال لك افي دو دي بي ديما كيقول لك افي دو دي بي يعني لا بونك كيكون في الكريدي افي دي بي تو كونسيرن كوا انتيغي بونكير دونك غنديرو الكون ديال انتيغي دي زونبران اي ديت الكون ديال انتيغي دي زونبران اي ديت دونك 63 11 هذا هو الكون هذا دي زونبران اي ديت 63 11 دونك غنديرو 63 11 هذا في الدي بي ومعاه تي فيا دونك غتكون ايتا تي فيا ريكوبيرابل سير شارج علاش لان 63 11 راه شارج فينونسي دونك 34 5 5 2 وبالنسبه للكريدي راه كندير لا بونك 51 41 بالنسبه للمونطون لا بونك راه كيدخل بالتي تي سي ديال هذاك اللي دخلنا اللي هي 1100 درهم هذا هو المونطون ديال لي زانتيغي اللي قطع على لا بونك بالنسبه لي زانتيغي راه عاد تكون اش حيت هنا لا بونك هنا التي فيا ديال لا بونك 10% هو عطاك راه التي تي سي عطاكم التي تي سي اللي هي هاد ميتو هي اش حنا بغينا الاوغ تاكس دونك هاد التي تي سي راه هي هاد المونطون ديال الاوغ تاكس المونطون ديال الاوغ تاكس زائد تي فيا حنا بغينا الاوغ تاكس حيت 63 11 كيدخل بالاوغ تاكس دونك الاوغ تاكس هو هاد تي تي سي اللي هو 1100 1100 غنقسمو على 1.1 علاش قسمت على 1.1 حيت لوطو ديال تي في راه 10% عطيني 1000 درهم دونك يعني هذا كيساوي 1000 درهم و تي في راه غتكون هو الفرق هو 100 درهم دونك هذا هو تي في 100 درهم دونك ابخي غنجاوب شوفوا لا بون ريبونس فين هي دونك غنديرو لا كونتابيليزاسيون نقلبو على لا بون ريبونس فين هو دونك كنديبيتي 63 11 ب 1000 درهم 100 درهم وكان كريديتي 51 و 40 هو لا بونك دونك الجواب الصحيح هو دي هو الجواب الصحيح دونك هنا هو دي هذا هو الجواب الصحيح حيت اما بالنسبه لهنا راه ما كاينش هادي فيها شي لو فورنيسور شي لو كليون حيت هنا لا بونك راه عنده دي زوبيراسيون سبيسيفيك خاصين بيه ماشي بحال لي زوتر زونتربريز نتمنى انكم استفدتم هذه الاكسبليكاسيون هذه كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست والى اللقاء في فيديو مقبل الله تعالى